لي فيليتي والكامبا، انا عندي البارانا هنايا ولا الديسكو انا عندي هنايا دابا هاد المراجعه وتحمقنيش ولا انت عتعصبني ما تغوتش عليا. السلام عليكم العائله، كيف نتوما؟ مزيانين، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. يو 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 انا جيت وجبت لكم الجديد. المهم صراحه كنشكركم من القلب من القلب من القلب، وخلي يد ما كيطلعش تشوف. المهم كنشكركم من القلب، الناس اللي سقصت فيا والناس اللي اتصلت بيا والناس اللي كتفرج فيا والناس اللي كتخلي لي كومنت، كاملين كنقول لكم شكرا من القلب، كنبغيكم كاملين كنحماق عليكم. المهم هانا جيت وجيت بالنشاط ديالي والحيويه ديالي، كنتمنىكم تكونوا نتوما كاملين وتضحكوا. اي واحد كيدخل وكيقول ضحك كنفرحوا والله العظيم. المهم واحد الحاجه، اول حاجه غادي نقولها لكم، تينا اللي كتفرج فيا خلي لي بصيمه، شفت التفاعل طايح. ومهم انا بغيت هذا الفيديو كاملين بكم اللي كتفرجوا فيا، الناس اللي كتبغينا تخلي لي بصيمه تما وتخلي لي واحد كومنتار مزيون بحالكم، ما تخسروا حتى شي حاجه باش نعرف محبين ديالي كيتبعوني وهما معايا. المهم اليوم جبت لكم، المهم اليوم غادي نتكحكحوا بزاف على محمد. المهم خليكم معايا وغادي تشوفوا شنو غادي نعملوا له، غادي نضحكوا غادي نضحكوا. الناس اللي توحشتنا كنقول لكم حتى حنا توحشنا لكم، شكرا من القلب. يلا ما تنساش اللايك وكمل الفيديو، يلا خليكم معنا. المهم قولوا لي كيف جاتني السبنيه هيدا زينه حسب ملي كنعمل. المهم صراحه ما كنعرفش انا من الشيء اللي عطى الله هذا. المهم الناس اللي قالت توحشت المقالب ديالنا، ها جيت وهجمت عليكم والله ما نشوف اللايكات في هذا الفيديو. صراحه نزيدت نعمل حتى مقلب، حمقتوني راسي في الانستغرام. فاطمه الزهره خصنا مقلب، فاطمه الزهره توحشنا المقالب، فاطمه الزهره كنرجعوا المقالب قدامين. المهم انا اليوم غادي نقلب لكم محمد صراحه، ما تمشي عليه. مرحبا بكم قسما بالله اللي جا، مرحبا به، يقبل علينا كيما حنايا، مرحبا والف مرحبا. المهم محمد انا غنعصبو اذا سمعتوا شي حاجه ما عرفاش شنو غيكون بالضبط، بالحق غادي نعصب وغادي نعصب وانا عارفه. المهم انا عيطت لكريمه، غادي تشارك معايا كريمه في هذا المقلب هذا في التليفون باش غادي نعصبو مزيان. المهم غادي نطرطق له قلبه. المهم خليكم معنا، غادي نحمقو غادي نحمقو. انا شفتو هو طالع. المهم انا دابا غادي نصنر على كريمه، عايجي عجباني كنهضر معاها. شهدتوني فهمتوني شو ما تعصبوش، اللي بغى يجي عندنا مرحبا والف مرحبا والله العادي. المهم انا كنصوني على كريمه ونشوفوا شنو كاين. اليوم غادي نخرج له عقله وغادي نحمخه، شحال لي ما عملت له شي حاجه، كنتمنى يصدق كيما خصني. وعاد ملي كملت عملت له الفراق جد الحمار بلا ما نقول. عليكم السلام كريمه. فراقش دحمه. عطيتي له المحسن فراقش ولا والو؟ لا والو. نزلت لكم واحد الوصفه. لا 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 عتعجبك. لا لا صحتكم. الله يعطيك الصحه. مزيان الحمد لله، تينا مزيانه. الحمد لله. اش كتعمل؟ هي جاتني نتغدينا ونشرب ونكتب ليا. ياه. الصحة والراحة. أنا محمد عليك طالع، أش نقول لك؟ نعم. جبرتي ما جينا عندي ضياف. أيوا. ياه. وأنتي عارفة دابا أنا ما كنقدرش نطيب، باقي ما كنقدرش نحرك يدي مزيان وديك الشيء، فهمتي؟ وي نعم. إيوا صافي، شنو بالك طلع عندنا أنتينا ومحسن؟ طلع إياد. عرفتوش عارف النهار. ما جينا غدا، عليكم السلام. لا لا وعدي يا مره، مجان عندي سميره، مجان عندي وعيت كعيت كنهضر معاها، فهمتي؟ طلع مرحبا بك. المهم شنو بالك؟ وصافي. لا انتينا محسن طلعوني هنايا وطلع اياد، فهمتي؟ دابا انا ما نقدرش نطيب وانتينا يا هذيك تينا توجد لي بعدا، هما غدا ما جيش، شنو خصك تطلع بكري باش نوجدو الغدا. ايوا صافي. وصافي ديك الساعة نعيط لها تال الماء ديالنا، انتينا عارفة. ايوا صافي واخا ان شاء الله. صافي. وصافي قولها له المحسن وبحق عندك ما تطلعشي، نتكل عليك. لا لا يا
والله إلا هو صافي واخا طلع الحوايج إياد باش تبقاو معانا شي 4 ايام. هي غتبقى هنا 4 ايام ولا 5 ايام؟ شكون هذا؟ الله 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 الله. طلع له الحوايج من إياد زايدين. طلع حتى المحسن. طلع حتى المحسن هذاك على سبه. ايوا صافي الحراره اختي حتى انا مابقاش عندي الهواء هنايا اجلسوا في الدار ديالكم. الواحدين ما عندهم الحمام. لا حنا بعد هذيك التراسه بعدا بعدا حتى خوان قال عجباتو غير التراسه على قلبو يشرب فيها. شكون هذا خوان؟ راجل سميره قبري. اش عندنا؟ قالو ماشي عندنا. مرحبا. دينا بخوان سميرة انت اللي عرفتيها. كنعرفها كنعرفها. ايوا مرحبا بها مسكينة. وهاديك شي اللي كاين قالت لي مسكينه خصها تجي تطلل عليا وكانوا عايفتش الدار. قلت لها هي الدار كبيره بيد العيال هو هنايا. لا ديك الطبيب وجلس تما في الطبيب ويجي من عندك من الطبيب. هو هادي وصافي العيله غدا. مالك البشر مالك وصافي حتى غدا ان شاء الله. صافي يلا سلامه كريمه. شكرا سلامه. انا ومحسن شنو عليك محمد؟ شنو واش انا باقي كندار معاهم تينا كتعمل هذا المنظر دبراج يدي. شكون هذا اللي ما جانا عندنا؟ ما جا سميره واخوان اللي مجوجه بالنصراني. وانا جاي من عندي شي نصراني يعني محمد. اذا الناس كيقولوا على الضياف والضياف يجيو المسلمين في حالي في حالهم. مش داني انا شي نصراني وهي مجوجه بالكاوري. ايوا تجي تطلل عليك واحد النهار. شنو قال لك ما تجيني جلسوا معايا انا 4 ايام ولا 5 ايام؟ عاد زيدها لي بالنصراني. نوض نوض عندي الاوطيل انا هنايا ولا واش منيتك كتهضر هايدا؟ ديك الساعه علاش كتقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا؟ مرحبا بالمغربي. شحال من انا فشي نصراني. هو النصراني اللي كيتبعك. اي تبع فيا انا متبوع. تبع فيا انا صافي يا محمد بركه بساله ديالك. شحال من انا فشي نصراني. انا ما كنهضرش بشي لغه غير العربيه انا. شحال من ومراتو كترجم له دابا انت انا نبقى نترجم لي انا نعمل فلوس انا نبقى نترجم لي ولا؟ يبهدل بيا حق الله. تشوهني مع المتتبعين ديالنا. المتتبعين ديالكم شنو متتبعين؟ يجي بحالي بحالو مغربي مرحبا. واش انا قرفد له انا الهم ولا؟ ودابا زيد دابا ما خليتينيش حتى نهضر. واش عندك انت لابسه عليك؟ ايوا انت ما خليتينيش انا نهضر. نوض يلاه نمشيو نتسخروا. واش غنتسخروا؟ ونجيبو محمد شي حاجه للدار 40 ماشي يجلسوا معانا. نجيبو شي حاجه دكامبا شي حاجه فيليتيس وشي حاجه د بينشيتوس. شنو هي عند العائل الصغير نجيبو كولاكاو. اجي نقول لك قالت لي واش كتعرف اني شي واحد كيبيع الشراب؟ قول لك نعرف واحد كيبيع السم. شنو يشرب عاود؟ انا نشرب انت تشرب ولا؟ انا ما تغوتش عليا محمد. انا كنهضر معاك انت هنا كتبدا تغوت. انت كتقول لي فيلي تي والكامبا. انا عندي البارانا هنايا ولا الديسكو انا عندي هنايا. دابا علاش كتقول عندك الديسكور؟ ويا الراجل ديالك كيشرب اش غادي نعمل له انا؟ شرب الماء بحال اللي كنشربو هو حنايا. ويا قالت لي واش تما كيتباع الشراب عندكم؟ قلت لها نسقسي لك محمد كيعرف. واه محمد انا كنخدم في الديسكوس انا ولا كنخدم في مرجان؟ ايوا كتعرف سقسي هنايا ضروري غادي يكونوا كلشي كيتباع. حول ولا قوة الا بالله. هاد النهار هاد عاود لا كنجيب الكامبا. انا الكامبا كنشوفها غير في التلفازة. وصافي يا محمد بركة. شني بغا؟ الناس ماشيين عندنا ما غادي نرحبوش بيهم. انت نا تعصبني. اه العدس واللوبيا والبيصه راهم مالك؟ علاش حنا كناكلو غير العدس والبيصه؟ وزع عليك اش كتاكل انت هنا؟ ايوا صرف الناس ماشيين عندك. خاصرف انا على نصراني ولا؟ نصدق انا على نصراني. هي مغربيه تبلا ما تبقى تعصب. وتجي لنا تاكل. ها ويلي على شوها. شني هاويلي على شوها؟ واش دابا انت يا محمد اللي كتهضر معايا؟ اتفرض عليا انا نجيب له الشراب ونجيب الكامبا والفيليتيس وكولاكا وللعيال كياكلوا واش حتى ولادي؟ على الكولاكا. ايوا دابا صافي غنمشيو نتسخروا اللي كتب الله ونشوف الحاجات اللي ناقصيني في الكوزينه باش هي هذيك نوجدوا الشلايط. وانا ناقصيني الفلوس. جبد الفلوس. اه صافي انا غنجبد الفلوس غير نوض. هو عادي انا الراجل مقرزز الله يحفظ. واش كتهضر دابا من نيتك؟ كيفاش كنهضر من نيتك؟ واش ماشي عندك محمد علاش كتعصب؟ واش ماشي عندي مرحبا بها صاحبي. تقول لي انت نصراني انا عبد الدخل انت نصارى من الدار ولا؟
شني انا عندي هنايا؟ لو انت ما كتقول لهم في الاذاعه ديالك مرحبا بكم، مرحبا بكم اخوتي اللي جان عندي، جا المغرب يجي عندي. ايوا واش المغربي شحال على باب النصراني؟ المغربيه مجوجه بالنصراني، ما عندي ما نبقي انا عندي الدار ماشي مراكش. جوج بالنصراني اللي ما جان عندي. علاش كتكذب على الناس؟ قلت جوج بالمغربي وتجي عندي. علاش كتكذب على الناس؟ كيفاش علاش كتكذب؟ انا كتكذب على الناس كتقول لهم مرحبا بكم. شني مرحبا بكم؟ انا عندي العزوة. اه كتقول لهم اللي جان هنايا الفنيدة. وليشي مرحبا بك. اللي جي ما كيعرفش الفنيدة كيجي عند خاهنا هنايا مرحبا بك. ايوا دابا علاش كتهضر هيدا؟ نجيب انا حتى نصارو نبقى انت ومدبينو في الدار. شنو انا عندي البار ولا انا طنجة هنايا؟ كازينو ولا؟ استغفر الله. أقل لك ياكل كامبا ولادو كيشربوا كولاكا. وانا ولادي كيفطروا الخبز والزيت هنايا وانا غنجيب من نصراني انا كولاكا. شوهتي بين الله تاع كولاكا وكتقى غير 40 درهم. واش يبان ولادك؟ ايوا صايي هذيك فرصة غنجيب انا ولادي وغنجيب انا العايلة. حتى يجي انا النصارى عاد انا نهديهم كولاكا. ما تردش عليا محمد، انا اللي خصني نتاخر يكونوا عندي الحاجات في الدار. اقول الله صيفط راجلك لمراكش. مشيت تسارى تشوف الدنيا، عرف المغرب وهي مرحبا بيها. تجلس معايا هنايا. لا هادي مزيونة عندك. شني مزيونة؟ والله إلا مزيونة عندك، هادي هي مرحبا بيها وراجلة لا. دابا أنا راجلة غيبقى معايا في الدار، أنا شحال نعمل بها أنا؟ خرجو ساري وريه الدنيا. شحال نقول له أنا؟ شحال نقول له؟ أولا. آه. وهي اللي كنعرف. لا كتعرف. إيوا صافي كون مستصبيين. إيوا صافي. هادشي اللي غنقول له. ايوا صافي ايوا صافي الله يجعل البركه. أقولي غير في البلديه ديالكم ما عرفش نجاوبو. وانت انا شداك تجاوب وانت انا غير باش غنساري على الروطو نلقى ماشي بيها انا كندور ولا نساري اللي كيساري وكيكونوا عندهم اللغه. اش كتعصب؟ قال لك خرجوا ساري. ارجو ساري اش غنقول له انا؟ اواتي ميرا غنقول له ميرا هادشي اللي كنعرف. ولا ميرا تيو حاول ولا قوه الا بالله. هذيك انا اللي كنت داخله الديوانه. محمد حشومه عليك ما تحشمنيش مع الناس. نحشمك مع الناس؟ ما تهضرش يا هيدا ما كيعجبنيش ملي كدار معصب. وكيفاش خصك نهضر معاه؟ تهضر ما تهضرش يا هيدا معصب. لا مقتولي مع الزمان وهي كتقول لي لا نتاخروا الكامبا وجيب لي فيليتي سوكولاكا اش حامقه ولا؟ هو دابا اذا جاو غدا شنان ونجيبو بصح شي جوج جدادات. غنجيب لك الحاولي انا غنشويه له هنايا. هي هادي قلتولي مع محل الحراره والوقت والزمان كتجيب 100 درهم كيشد عليك الله ربي يغفر لك الذنوب الا جبتيها دابا. محمد الناس ما جايين عندك؟ جايين عندي الزعلوك وراه القرع في النبيره الفلفل مالك فرج نجيبوه. ايوا صافي ماشي انا يجي عندي انا يفرض عليا انا شنو نعمل كل ولا حتى شي واحد ما فرض عليك. ودابا نعطيه الميني قول له اختار شنو تاكل وتجدو لك الدولة يمك بركه من هاد الهضره خاويه. اوعدي والله لا لا شوها انا بعدا غنهبطو من عند ماما. وهبطو من عند يمك وهنيني مصدع سهلا ديني عند يمك. يا سهلا ديني. اذا انت تي نفسك تلاقاهم. اش خصني نتلاقاهم دابا تي واش كتحمقني ولا مالك؟ لا عسك يا محمد غير ضحكت معاك. كيفاش كتضحك معايا؟ غير ضحكت معاك لا بس ما قلت لها شي من المرات بصح حاجه. وتجي مرحبا بيها لالا تجي مرحبا بيها. وانت ما عملتي الشوهه. شمن شوهه عملتها انا؟ كاجا وكشوهتي بيها. وتجي تجيب لي انا النصراني وتقول لي خصني بينو الشراف وسط الدار غتفرض عليا شنو غنوكلهم انا ولا؟ لا ما فرضتش مسكينه. وانت لا كتفرض دابا عليا جيب لي وجيب لي وجيب لي. الناس ما جايين عندي خصني نكبر بيهم. وكبر بيهم ماشي هايدا علاش انا غنكلف على راسي؟ انا جاون عندك لله في سبيل الله محبه فيك ماشي محبه في الكامبا. والكروفيت والفرارج محمرين هذاك ماشي على كرشو ماشي ماشي عندي يجلس ويتعارف عليا وتعرفوا عليه. صافي نوض نوض يلاه نتاخروا لا عسك ما ضحكت معاك. مشي خليني نوض نوض يلا نتاخروا محمد. شنو غنتاخر شنو يخسر؟ انا نقول لك بالضبط شنو غنجيب. انا زممت لك الورقه. شنو غتزمم لي في الورقه يا انا؟ شنو غتزمم لي في الورقه؟ هنايا جوج دجاجات كبارين جوج كيلو د كروفيت جوج كيلو د فالياتيز د الجداد كيلو ونص فالياتيز د اللحم جوج كيلو د بينشيتوس وكيلو د لادان شنو اخر؟ والشب والحرمل وزيت والزعتر شبرت
وزيد شي حاجه يا اخرى. هادو ما جبتي لهم والو هادو. ما خليتينيش حتى نكمل. شي مشي لا عندك شي شغل. نضر محمد مالك كتعصبني انا. مشي معاك ملي انا غنضربك هاد المراجعه وتحمقنيش ولا. وانت غتعصبني ما تخونش عليا. من ناقص منا خرجه هادي ومن ناقص منا روينا فضحتك امامه. لماذا لماذا حشم عليك محمد الله ما كتحجب على منظر شمن منظر دابا هذا كيعجبنيش هذا المنظر هيدا واش غتجننا ولا علاش غادي نجنك وهي هادي ديالك شمن منظر هذا شمن كنا ارتحنا منك كارثه ياك ارتحنا دابا هادشي لا حول ولا قوه الا بالله قال لك الكروفيت والجامبا والجامبا هي الكروفيت بعدا وجيب لنا تخربقوا له تخربقوا له الفاسوخ والفاسوخه ما كيخصكش لا ما خصنيش الله ينجينا منك ملاقاه مع النصارى ولا معك وقيلا شو مالك محمد ما توحشتيش نعصبك صراحه صراحه تعرف المهم اخوت لا تهلا على حقيقته عندك يزغبك الله شي واحد يقول ما جين عندنا اجي مرحبا بك ما تفرضش عليا اجي مرحبا بك واش كاين شي واحد كيفرض على راسو وانت هنا دابا كتقول يا اخو خصو الكروفيت وخصو ما نعرفش مين ما عرفش شنو هذا المنكر هذا ما كيشربش غادي نعمل له انا وانت انا كنشرب اختي سميره اعتذر اعتذر اجي مرحبا بك سميره لا عسك اختي سميره شرب شربوا في الزنقه انت هنا وياه وراه البحر نعسوا فيه انا نقولها لك هيدا ديك سميرة اختي كنعتذر منك كتسمعك اصلا وطلبت منها وقالت لي ماشي مشكل سيدي ومرحبا بك الف مرحبا كنضحك معك عندك المهم عندي الفلفل في النبيره والزعلوك المهم كلشي موجود الماكله المغاربه هي هذه الكسكسو نعملوه لكم جداد نطيبوه من اللحم نطيبوه ايوا صافي هذه هي الكرامه قرعه والكاس ناهي ناهي ياك ما معنا شي شوف شوف الصراحه الراجل ديالي رجع والله الا ربي الصحه ديالو ربي الحنيكه شفت شوف قولوا ما شاء الله ربي الكريشه كنرتاح مني حق دابا انا بديت كنبرا قولوا لي يو يو يا الحمد لله ارتحت من الاعصاب دابا غادي نبدا المهم المهم خوتي بصحتكم وراحتكم ماشي مشكل علاش انا وعلاش انكم حتى نتوما كيعجبكم تضحكوا تشوفوا قالك من هنا مقاليب ما مقاليب ها هو بصحتكم وراحتكم ما كنترددوش المهم بصحتكم مع عندي يو يو صحه وراحه بصحة وراحة صحتكم أخوت نتمنى يعجبكم